أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. واتاي أبو حنيفة وحولية سدح مال موت أولا صعدو ومركاسي مال مها كو أقو قابنا كير لما قابك رأيو ليه إلا مناسك الحج إنا يتايمو ياني أساقوا لقابنا يا إنتاس وحكير أيا لقابنا يا وهي تاسو ليه خلاف كاس أيا حق مركاسي مسافة أيا لسوق خلاف سيها الله مرك وحده سبحانه وتعالى إن خفتم هدات كعب سنة يسين أن يفتنكم الذين كوئنا إذن في النيان كفروا كفري هذا واحد وي تاسنا وحان لهني وبيان للواقع وي سيدا واقع أي وفصنت أي صلاة واحد وي مر هدي سفر لهلو أو سفر كنا أوي هاي سفر مرحلتانا هدي قال الله قعب سنة ين بعده ولا قعب سنة أي هدان لا قعب سنة ينبا انت بو حوي والله قابي كرا ان الكافرين كوا كافرين تهو الهي كافرين تايو الهي كانوا وحي هادين لكم اذن كايدين هادين عدوا عدو اي اذن هادين او الهي عدو غاسو مبين او عدو عدو نمد سيعد ان الكافرين كافرين تهو الهي كانوا وحي هادين لكم اذن كايدين هادين عدوا عدو او الهي عدو غاسو مبين او عدو نمد سيعد كافرين تو حوي عدو عدوي marka waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala salaadi ayaa idin ruqseeyay inaad gaabisaan ayaa ilaahay idin ruqseeyay oo aad markaasi waxa weeye safarkii la idin fudeeyay maxay la hadii culays la idin saaro gaaladina cadaw ay tahay dhibaato ayaad kala kulmaysiin weeye wayda waqtigi kunta aad ahaatidow ilaahay sayidka maxamed kaahow fiihim asxaabta dhexdooda oo fa aqamta adugu quntid lahum ayaga as-salaata salaada adugu qunto فلتقم ها استاكتو لإلهي ضائفة جماعة ومنهم كمدهو لإلهي مؤمنين تا معك معقاق ها استاكتو قولنا حتى آخرتو وليأخذو ها قاتانو لإلهي كوا مارتيا معقاق استاكي أسلحتهم هبكوض ها قاتانو فإذا واتقي استجدو أي مارتيا دكدانو لإلهي فليكونو ها أهادانو من ورائكم قداشينو لإلهي فإذا واتقي استجدو معنى سجدو ذا معنى صلوا ايا لغا ودا فإذا واتقي سجدو اي دكان ايا لبا معنى كجرتا ها هادانو فليكونو ها هادانو الاله واد ضعيف ذكالي فإذا سجدو مركي دكان ايا قولدان قولا جرتا فليكونو ها هادانو قولا ذكالي من ورائكم قداشينو وحاوي عدو هيدن كإلالي انوي الى صلاة تكدم ميهيسين وقولدانو مركاسي ميشي واردي اي كقبان ايسو والتأتي هاتي ما دول الاله ضعيفة جماعة أخرى أو كالنتود ضائفة سوى لم يصلوا آنن دكانين فليصلوا هدو كذانو معك معلاق هدو كذانو وليأخذوا هقاتانو أيوانا حذروا بدكتوني دودا يو أسلحتهم هبكوض هقاتانو ودى الذين كو وحي جعلين أوله الله كفروا كفريي لو تغفلون إناد هالمانتين صلاة دمركا دو قنتين عن أسلحتكم هبكي إناد هالمانتين يو أمتعتكم ألابتين أول إلهي وفيميلون إيكسوا إيشان عليكم كركين ميلة إلى شو واحدة أو كلية هل مر إن إسكسوكين حمباران أي إذا قبصدان دون ينور إلهي ولا جناح الدم بيور إلهي عليكم كركين ماهن إن كان بكم الضوء إذن هذه أذن لبو إلهي أو من مطر المدرة أو أمس كنتم ذهاتين مر لك وجها أن تطلعوا إلى الدجسان أسلحتكم هو كين الدجسين وخذوا قاتوا لإله مؤمنين حذركم دكتوني نقاتا إن الله ألا أعد ودياري للكافرين كوا كافرين تا عذابا عذاب أي ودياري عذاب كاسو مهينا أي دا إهانة إهانة صاحبة أيد إنو ماشا كقلي إنو وحا اللوغا قوه رميا صلاة دليلا صلاة الخوف أي اللوغا قوه رميا مركا هذا صلاة الخوف أي ماشا لقلقو دا قليا أو ليلة صلاة القسمة نليلة دو صلاة اللي قيبنا هي مركة عبصيدة أجرته مركة هذا صلاة دان صلاة الخوف ليلة دو كيف يقولوا دو كذا يسك الله صحيح مسلم كوحا أو دقايا لح أيو قاسين يا أو دقايا لح ذا سكيف يا علماء الشافعية أفر أيك سوقاتين أفر تاس مركة أيك سوقاتين لبدا كالنتودنه وإيسوه سقري سوا وحساس مارت يا أغسيب بدن ماهن هذا مركا انت انا معناه اذا عيدنا انا اوغلين احكام تا مركاسي صلاة الخوف كا وحي مركاسي كوبانا وينو كسو قادن اينو ايانو كسو قادن اينا
marka waxaa jira salaada la yidhaha salaatu lkhowf kuwaa aqsaam dhowra. Aqsaamtaas dhowrka waxaa weeye, midda ugu horeysa haddaan soo qaadeenno, mar waxaa weeye cadowga ayaa waxau ahaanaya uu ku aadayaa qiblada jihadeeda meelaan ahayn. Cadowgii oo waxaa weeye gaalada ayaa waxa uu ku aadan yahay meelaan qiblada loo dukanayo aan ahayn. Taas markii aan taxliilinno oon markaasi ka waranno, waxaa la leeyahay markaasi salaadan salaatulkhowfka ama salaatulqismada waxay markaasi noqonaysaa laba kayfiya ayay noqonaysaa. Haddii waxa weeye cadowga uusan ku aadanaynin, qiblada uusan ku aadanaynin. Qaybta koowaad haddaan soo qaadanno, waxa weeye jeyshka waa la qaybinayaa, ciidanka muslimiinta waa la qaybinayaa. Salaadii haddii waxa weeye la dukanaayo, cadowguna uu ku aadan yahay meelaan qiblada ahaynin, waxa weeye waa la qaybinayaa, jeyshka laba qayboodaa laga dhigayaa. Qola waxay joogsanaysaa cadowga jihadiisay joogsanaysaa, qolana waxay la dukanaysaa imaamkay la dukanaysaa, salaaday la dhammaystiranaysaa. Salaamta bacdigeeda ayay cadowga aadaysaa, qoladii kale ayaa imaanaysa, markaasaa imaamku salaadda ugu soo celinayaa mar labaad. Marka daa'ifada horo salaadeedii waxay noqonaysaa fardun khalfa fardinay noqonaysaa, salaad oo faral ah oo faral lagu dukaday oo faral laysku xirtay ay noqonaysaa. Maxaa yeelay ayagu imaamka marka koowaad ayagaa la dukaday, salaadii faralka aheeday ayay ayaguna salaad faralda ku xirteen, fardun khalfa fardinay noqonaysaa, faral faral lagu gadaal dukaday noqonaysaa. Midda labaadna waxa weeye imaamku marka hadday qoladan lamaad yimaadaan oo ugu celiyo salaadii ugu celiyo, asaga salaadiisu salaatulmucaada weeye, imaam ayuu ka noqonayaa. markaasay ayagunay la dukanayaan, asaga waxay u noqonaysaa sunnay u noqonaysaa, ayagana waxay u noqonaysaa faraday u noqonaysaa. Marka midda qolada labaad markuu la dukanaayo, salaadoodu waxay noqonaysaa fardun khalfa naflinay noqonaysaa, faral oo waxa weeye sunno maaragtay gadaashiisa lagu dukaday, faral oo waxa weeye gadaashiisa faral, waxaan dhihi lahay sunno oo maaragtay gadaasheeda faral lagu dukaday, oo waxa weeye imaamki ayaa sunno dukanaya, ayaguna faral bay dukanayaan. markaasaa waxa weeye saas ayugu u xiranayaan, waa markaasi fardun khalfa naflin weeye. Kayfiyadatan waxaa khaas la oo la gooniya imaamuna ash-Shaafici, a'imada kaleentood nin sunno dukanaya faral inagu xirta ma qabaan weeye, laakiin xadiis saxiixa ayaa u daliila haddana ta imaamuna ash-Shaafici. Midda labaad waxa weeye oo markaasi salaadii kayfiyaadkeedii ka mida, in markaasi waxa weeye uu dushiyo daa'ifo la arka, qolo la arka, hal ragca uu dushinayaa salaadii. markaasi waxa weeye afar tahayoo lasoo gaabinayo weeye, ogow ayuu qolaba ragca la dukanayaa weeye. daa'ifada markaa waxa weeye ragca uu la dukanayaa qoladaas, marka waxa weeye ragcada markay la dukadaan, niyatulmufaaraqay la imaanayaan, salaadoodii bay dhammaystiranayaan, qoladii kale ayaa kusoo gaaraysa, ragcadii bay la dukanayaan. markii asagu uu gaaro ataxiyaadka uu gaaro, meeshaasuu ku sugayaa, ragcadii kaley soo dhammaystiranayaan, markaasay soo haleelayaan, waa isla salaamo noqsanayaan weeye. Marka hadda laba kayfiyadaas oo hadda aan sheegayno, waxa weeye hal ragca uu la dukanayo, waxaa qaba maaragtay imaamu maaliki iyo imaamuna ash-Shaafici way wada qaban taas. Laakiin imaamu maaliki wuxuu leeyahay cadowgu xataa ha ku aadanaado qiblada jihadeeda, ha ku aadanaado ee saas ayaa la yeelaa uu leeyahay. Laakiin imaamuna ash-Shaafici waxa weeye wuxuu leeyahay waa inuusan cadowgu ku aadanayn qiblada jihadeed, uusan ku aadanayn. Marna waxa weeye cadowgu wuxuu ahaadaa qiblada jihadeeda ayuu ahaanayaa. Taas iyadana waxa weeye laba qayboodey noqonaysaa. Haddii cadowgu uu ku aadan yahay qiblada jihadeeda, uu ku aadan yahay qiblada jihadeeda markuusan ku aadanayn, waan soo marnay, oo waxa weeye dhowrkaas kayfiyo ayay markaasay noqonaysaa. Marka haddii waxa weeye uu cadowgu uu ku aadan yahay qibladane, ayadana waxa weeye waa sida tan weeye, laba qayboodey noqonaysaa iyaduna. In waxa weeye imaamku uu hormaro, imaamku hormaro, jeyshkuna gadaashiisa uu istaago isagoo dhowr safa weeye. Marka markii imaamku uu rukuuco, qola ayaa la rukuucaysa imaamka, wayna la sujuudaysaa weeye. Markii waxa weeye ay soo joogsadaan, ayaa qolada kaley rukuucaysaa,
وين مركز سجود إيسا كيف يذا صحا قاتي إمارت يا إمام الشافعي وهي لكن إمام الشافعي وحوية قول كيس أور راجح سمو حوية هدي وحوية مركز لقار سجودة سجودة ويك هريسا لكن ركوعة ويكو هذا كل ما لكن سجودة أيكو كالحريان وهي مده كالين تود وحوية إن إمامك أو هرمرو أو مركزي وحوية رمان تود أو وده دشيو أو مركزي وده ركوعان أو أي وده سجودان تاس إمام مالك إياقبة مدة سدحاد وحوية ومركز دقالك أو هلبابه أو عند التحام الحرب أي نغط أفل بسيدة أو دون أيو دكانية هالصعود مارتيا هأردايو وحكا السهادة وي مركا أهن تاس أيو سمين يا وي أفل بسيدة أو دون معناها فيصلون كيف شاءوا وي سيد دونان أي مارتي أدكانية وي مركا ساس أي مارتي أدكانية كيف يدة أيضا ندم وحوية إمام مالك ما مشافعي ويقبان لكن أبو حنيف وحليه وقت وهدوء عريري هاي دقال كي هون مرينا يان سلاة دين ديب لقا يان كبعدنا ويسواق علينا يان مركا تفاصيشا وحاوي آدي آدو حالة وشاقة حق مذاهبت أي حق كتب الفقهي على وشاقة مركا آدو وحاوي انتاس وحي رو مختصر وانو كسواق هذا نوي الله مركا وحو ده هاي فليكونوها أهادانو الإلهي ضائفة أو كالنتود من ورائكم أول إلهي قداشين ها أهادانو ووحاوي عدوغا ها إلى ليانوي إلى صلاة أتكلم ميسين يسين قال ذا كان أي كتجيس أيضا هذا هل كيف يكيل خليها لوش يجيا ولتأتي هات ما ذول إلهي ضائفة ضائفة أخرى أوكله أو لم يصلوا أن دكان فليصلوا هاد دكان معك معجاجة وليأخذوها قاتان حذرهم دكتوني ذو ذا يو أسلحة مو بقاضوا إلهي إلى وحوي مركاسي صلاة أتكلم ميسين يسين أريد أن نبغينا عليه السلام ملي ربنا نقله وكسمي حديث الشيخين سيد أوهاي وهيابا هذا كيف يدان سيد اللي وجود دكان أيو إلا ذا كينيس إلهي نوغو رميا الله وحوري ود الذين كو وحي جعله نور إلهي كفروه كفري لو تغفلون إنا ثلمانتين عن نصيحة مهبكين يو أمتعتكم ألابتين وفا يميلون عليكم إذن كصوى إيشان ميلة واحدة حلمر مركا الله وحوري سبحانه وتعالى ولا جناح دنبي عليكم قركين ماهن إن كان بكم هضو إذن أهادو أذن لبقوا من مطار المطر أو أمس كنتم أهاتي مرلاك وجها أن تطلعوا أسلحة مهبكين إنا الدجسين وخذوا قات حذركم دكون ذين إن الله أعد إن الله الله يعد وأدي للكافرين كافرين عذاب 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 كاسو مهينا ذا إهانة إهانة صاحبة فإذا قضيتم الصلاة الصلاة مركا قدتين ولا فارغه فاذكروا الله إليه حصول إليه تسبيح إيه تهليل إيه تحميد وإيه قياما إذن كو تاغن إيه وقعودا إذن كو فرية إيه على جنوبكم إذن عيالكين إذن كو فإذا اضمعننتم مركا أتكأمن هاتين عدوغي فأقيموا الصلاة الصلاة وهو حقوق ذي كل إمادة محايا لأن الصلاة الصلاة كانت وحي كؤاتي على المؤمنين المؤمنين تقرقوها كتابا مثل غفر ليالي موقوتا أولا وقتها وقت الود كان عشر كين انت أسوك يجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كين آيات سأيون وجوغيا ألقى سأيونك يجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم